بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم ويوم جديد وحلقه جديده من بريمو. خلينا احنا مكملين مع حضراتكم وطبعا متابعه كرة القدم المصرية أيضا بعد عودة الدوريات الأوروبية. طبعا بنحاول نتابع مع حضراتكم الدوري الإنجليزي، الأسباني، الإيطالي، كأس إيطاليا، كل الأمور الخاصة بكرة القدم اللي عادت بشكل طبيعي. إن شاء الله الكرة المصرية تعود أيضا بالشكل الطبيعي اللي احنا منتظرينه. هيكون معايا إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة كابتن مجدي عبد الغني، منتظرين أسئلتكم اللي ممكن تكون فيها حاجات ممكن بنستفيد منها، يعني حاجات ممكن فعلا في ظل وجود النجوم اللي بيبقوا متواجدين معانا نقدر نجاوب عليها بشكل كبير من خلال تواجدهم. عايز اقول لكم احنا بنتكلم على الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري، كل الانديه اللي موجوده في الدوري الممتاز في الوقت الحالي وابتدت تعمل المساحات الخاصه بالاختبار الطبي لفيروس كورونا، الامور ابتدت تمشي بشكل طبيعي في عدد من الانديه، الا طبعا بعض الانديه اللي ممكن يكون ليها طلبات وليها طبعا شكل مختلف او طلبات مختلفه عن ما يحدث. يعني مثلا الاسماعيلي محتاج من الاتحاد المصري يعني حاجه مكتوبه او قرار مكتوب من الاتحاد المصري في حين عوده الدوري ان يبقى هو يتحمل مسؤوليه اي لعيب ممكن يتصاب بفيروس كورونا. دي مثلا حاجه من الطلبات اللي موجوده مثلا عند احد الانديه. في نادي الزمالك حتى الان كنا قلنا الخبر ان هو من احد الانديه اللي لسه لغايه دلوقتي ما عملتش المساحات الخاصه بكورونا نتيجه ان هو لعيبته مش عارف يلمها. هو بيتكلم على ايضا اللعيبه الخاصه باللاعبين المحترفين، ففي بعض الانديه حتى الان ما اشتغلتش على الجزئيه دي، وفي انديه خلاص شوف الاتحاد مثلا، الاتحاد عامل قرار صارم جدا ان اي لعيب مش هيجي في ميعاده في الاختبار الطبي ده 100,000 جنيه خصم مثلا. ده حاجه انا بقدرها جدا، حاج محمد مصلحي طبعا او استاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد وكابتن طلعت يوسف المدير الفني، حاجه محترمه جدا. النادي الاهلي خلص كل الامور الخاصه بهذه الجزئيه وابتدت، حتى كان في بعض الكلام على ان في بعض اللاعبين مصابين والنادي الاهلي مخبي. كابتن سعد حفيظ طلع من خلال تصريح ليه ومن خلال تصريح مهم جدا، لان حاجه خطيره لما يبقى في حاجه زي كده ضمن الفريق والنادي كبير زي الاهلي ممكن يخبي، ده شيء طبعا صعب جدا ومستحيل ان ممكن تقدر هذه الجزئيه او يبقى في جزئيه دي من غير ما تبقى مكشوفه للاعلام والعالم. لكن كان ممكن يكون في بعض الناس على لسانهم اتقال وفي الاخر بيطلع الموضوع كذب نتيجه ان كابتن سيد طبعا طلع واتكلم ونفى هذا الموضوع. شفنا زي ما بقول لكم الفرق اللي بتحاول تعمل هذه الجزئيه شغالين بشكل كويس، يعني نتمنى ان شاء الله ان احنا ننتهي من هذه المسحه الاولى ثم المسحه الثانيه، وهيبقى في مسحه بقى هتبقى قبل بدايه التدريبات الجماعيه ب 24 ساعه. ده البروتوكول اللي موجود او النظام اللي كان اتفق عليه من خلال اللجنه الطبيه مع الانديه. ده بخصوص الانديه والمساحات الخاصه بفيروس كورونا. ان شاء الله كل ما احنا بنسرع في جزئيه الاختبارات بالنسبه للانديه وبالنسبه لعوده التدريبات هيكون في فرصه لغايه 25 الشهر القادم ان احنا الجزء من التدريبات اللي كان ناقص للعيبه يقدر المدربين يشتغلوا عليه. طبعا زي ما احنا شفنا وبعض برضو التصريحات لمدربين كبار ان هذه المده غير كافيه لعوده اللاعبين بالشكل اللائق، يعني بنتكلم في 5 أسابيع بالنسبة لهم شيء صعب لبعض المدربين. البعض الآخر ارتضى بالأمر الواقع وهيشتغل وهيحط خطته التدريبية والفنية اللي هيشتغل عليها بحيث ان هي دي تكون الجزء الكافي بالنسبة له لحين عودة الدوري. عشان كده انا كان معايا خبر وكنت هقوله مع حضراتكم ان اتحاد الكورة هيبتدي يجتمع مع المدربين ويقول لهم طيب انتوا المدة اللي محتاجينها قد ايه؟ طبعا احنا عارفين ان احنا عوده التدريبات كان من يوم 20 وان شاء الله يعني المدربين والفرق تبتدي تشتغل، وعوده الدوري او عوده النشاط بشكل فعلي من يوم 25. لكن امتى من يوم 25؟ من يوم 25 هنبتدي عوده النشاط، لكن ما تحددش الجداول، ما تحددش المباريات. فالاتحاد المصري لكره القدم هيقعد مع المدربين بالنسبه للدوري الممتاز كلهم ويحددوا ايه متطلباتهم. هل محتاجين 5 أسابيع 6 أسابيع؟ ممكن الموضوع يزيد أسبوع عن اليوم 25
اللي هو محدده عودة النشاط نبتدي الدوري. دي الأمور اللي هتبقى موجودة مع الاتحاد المصري لكرة القدم مع المدربين في الدوري الممتاز هذا الموسم. طيب خليني أقول لكم بس أخبار النادي الأهلي أو أبتدي مع حضراتكم أخبار النادي الأهلي. ويمكن حتى الآن مستر فايلر زي ما بقول لحضراتكم ما زال في سويسرا، وجزئية البرنامج التدريبي اللي هيطبق في الفترة القادمة هو موجود، لأن المساعد بتاعه متواجد هنا في مصر أو هيبقى متواجد في مصر بداية من التدريبة الجماعية الأولى مع الفريق لحين وجوده مرة أخرى في مصر. طبعا الأمور الخاصة بالطيران والأمور الخاصة بجزئية الرجوع مرة أخرى، يمكن النادي الأهلي بيأكد بشكل كبير أن مستر فايلر على وعده وعلى وجوده في الفترة القادمة في مصر عشان يبتدي يشتغل مع الفريق. ما زلنا منتظرين قرار مستر فايلر بالتجديد ثم بالتمديد، بقى مش بالتجديد، بتمديد عقده مرة أخرى ووجوده مع الفريق بشكل جماعي في الفترة القادمة. ده بالنسبة لمستر فايلر. يا ريت بس يا جماعة، أنا كنت قلت لكم أنا محتاجت يعني في تعليق على جزئية ان الاهلي او الخبر اللي معايا ان الاهلي بيعلن سلبيه جميع تحاليل جهاز الكره والعاملين بالنادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم كان في تصريح او كلام كتير على هذه الجزئيه، بقول لكم مستحيل انديه كبيره زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري يبقى جواهم لعيب عنده اصابه ويتستر على هذه الجزئيه، لان دي مسؤوليه ومسؤوليه كبيره جدا على الانديه الكبيره. ف يعني كان اعرفش ايه الاشاعه طلعت ازاي وتغلغلت ازاي ما بين الصفحات الخاصه بالسوشيال ميديا وما بين الناس، وبالتالي الامور صعبه جدا ان يبقى في تستر. كابتن صالح حفيظ والمسؤولين في النادي الاهلي اعلنوا بسلبيه العينات الخاصه بلاعبي النادي الاهلي واعضاء الجهاز الفني والعاملين ايضا في النادي الاهلي. طبعا زي ما بقول لكم الامور دي بتبقى صعبه، ويعني ربنا ان شاء الله ما يجيب اي اصابه لاي حد سواء لعيبه او حتى المصريين. نتمنى الامور طبعا بتتحسن بشكل كبير في الفتره اللي جايه. فبالتالي ده كان خبر من الاخبار المهمه اللي احنا حابين نقولها، ان ما فيش حاجه من دي اصلا كانت موجوده في لاعبي النادي الاهلي او تم اصابه اي لعيب من النادي الاهلي بفيروس كورونا. هنا اتكلمنا على طاهر، محمد طاهر وصفقته بشكل كبير وطلبات النادي المقاولين، وقلت لكم النادي المقاولين من حقه ان هو يستفاد اكبر افاده من خلال هذه الصفقه. اتكلمنا على 45 مليون جنيه مصري قيمه صفقه طاهر محمد طاهر، واللي ده حدده نادي المقاولين. وان كان بيتخلل في هذه الصفقه بعض اللاعبين اللي ممكن يكون نادي المقاولين محتاجهم، ويمكن كابتن عماد النحاس حدد بشكل كبير سواء ناصر ماهر او اكرم توفيق او احمد الشيخ، دول اللعيبه اللي حددهم كابتن عماد النحاس ان هم يبقوا موجودين من خلال الصفقه. طبعا ال40 دول ممكن يكون فيهم ثمن كل لعيب من اللي احنا بنتكلم عليهم، سواء القيمه السوقيه لناصر ماهر والقيمه السوقيه ايضا لاحمد الشيخ او اكرم توفيق، بالاضافه طبعا للمبلغ المالي ده لو تم البيع بشكل نهائي للنادي الاهلي. لكن في راي تاني او كلام تاني في جزئيه الانتقال بشكل اعاره، وده النادي الاهلي ما عندوش ايضا مشكله في هذه الجزئيه ولا نادي المقاولين، لكن الاتفاقات هتكون في الاخر هو اللي هيعلن عنها سواء بقى النادي الاهلي او المقاولين، هل بالاعاره ولا بالبيع. طبعا لعيب مميز، لكن زي ما قلت لكم وكان رايي قبل كده ان احنا السيطره على الاسعار في الوقت ده اعتقد ان في ظل الظروف اللي احنا فيها ممكن تكون مهمه، يعني مهمه للوقت القادم في الدوري الممتاز والعبء المادي على الانديه. زي ما بقول لكم نادي المقاولين من حقه وعنده حاجات كتير جدا بيعملها، سواء بقى شراء لعيبه او الصرف على النادي وقطاع الناشئين، وعايز اكبر جزء مادي من هذه الصفقه، لان خصوصا ان طاهر من اللعيبه الصغيره في منتخب اولمبي احترف ورجع تاني لنادي المقاولين، فعايز اكبر عائد مادي ليه. لكن العبء المادي على الفرق الكبيره بما فيهم الاهلي والزمالك والفرق كلها هتبقى صعب جدا انها يفضل مستوى الاسعار اللي احنا شايفينها بالشكل ده ويفضل يتصاعد، هتبقى الامور صعبه على الانديه. طيب بالنسبه للنادي الاهلي ايضا كان في عدد من الاصابات كانت موجوده في الفتره اللي فاتت. طبعا يعني في اوقات انت من خلال المصيبه اللي بتحصل او المشكله اللي احنا فيها فيروس كورونا ده، في ناس بتستفاد من هذا الوقت، يمكن المصابين داخل الانديه اكتر الناس اللي استفادوا
برجوعهم مرة أخرى، أو الوقت ده كله كان فرصة أن هم يتعالجوا. كان رمضان صبحي لو نتذكر من النادي الأهلي، محمد محمود أيضا واحد من اللعيبة اللي كانوا مصابين وجالهم 2 رباط صليبي، وده كان حظ وحش جدا في ظل وجوده للنادي الأهلي، يمكن ما لعبش ماتش أو ماتشين وجات له الإصابة مرة تانية بعد طبعا الإصابة الأولى، وبالتالي كانت فرصة في الوقت اللي فات في توقف الدوري أن عدد من اللاعبين المصابين أن هم يرجعوا تاني، منهم محمد محمود. والنادي الأهلي أعلن بشكل كبير عودته للمشاركات في التدريب بشكل طبيعي وبداية من الفترة القادمة طبعا بعد عودة اللاعبين للتدريب مرة أخرى. إن شاء الله بكرة مجلس إدارة النادي الأهلي بيعقد اجتماع بمقر النادي الأهلي الجزيرة لمناقشة بعض الملفات الإدارية والرياضية وتنمية الموارد الخاصة بالنادي. أيضا الزمالك بيجدد بقى، يعني هقول لكم أخبار نادي الزمالك لأن احنا دي الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي، ولكن خليني أقول لكم قبل ما أروح لنادي الزمالك، النهارده كان في تقرير هايل من طبعا زملائنا في يلا كورة بيتكلموا فيه عن الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب الدوري متتالي، يعني النادي الأهلي مثلا كسب مثلا كذا مرة الدوري متتالي، مثلا 6-7 مرات الدوري متتالي. النادي الأهلي حتى الآن عنده 4 ألقاب متتالية، قبل كده كان 7. فالنهاردة كان في صحيفة سكوتش سان الاسكتلندية، وده تقرير طبعا نشره موقع يلا الكورة، خاص بأكثر الأندية تتويجا بالألقاب المتتالية في جميع أنحاء العالم، وكان النادي الأهلي من خلال هذا التقرير كان من ضمن هذه الأندية ب9 ألقاب متتالية. طيب أنا بقول لكم إن النهاردة كان بيقرر، كنا بنتكلم برضو امبارح في هذه الجزئية، مين المدير أو مدرب المساعد لمستر كارترون في الفترة اللي جاية بعد استقالة كابتن سامي شيشيني من منصبه. كلام كتير، احنا قلنا كابتن محمد صلاح كان مرشح، كابتن طارق يحيى، ولكن كابتن محمد صلاح كان معانا امبارح ودخل قال محدش كلمني حتى الان، فبالتالي هذا المنصب حتى الان شاغر مفيش اي حد. وكلام كتير عن بعض المدربين، لكن نادي الزمالك قرر النهارده تاجيل تعيين المدرب العام في الجهاز الفني لمستر كارترون لوقت متاخر، او هياخره قرار بخصوص هذا المنصب. يعني هنشوف مين هيكون متواجد، أولاد النادي الزمالك موجودين بشكل كبير على أعلى مستوى من المدربين. طيب أنا كنت قلت لكم إن نادي الزمالك بعض اللاعبين زي المثلوثي زي بابل خلاص بقوا متواجدين بشكل كبير، لكن منتظرين إن هم يبقوا موجودين ويمضوا بقى بشكل، طبعا حصل عملية مضي العقد لكن طبعا عن طريق البريد الإلكتروني وبالتالي او الايميل، بالتالي لسه منتظرين ان هم كمان مقدم العقد وان هم يجوا ويبقوا الامور بالنسبه لهم سهله وبسيطه ان هم يمضوا ويبقوا متواجدين، لكن طبعا ظروف الطيران. ايضا نادي الزمالك يعني في كلام كتير في المواقع والصحف ووسائل الاعلام التونسيه بوجود تفاوضات او مفاوضات ما بين نادي الزمالك وغليان الشعلالي. طبعا لاعب غليان الشعلالي واحد من اللعيبه المميزه اللي محترف في نادي مالتيا التركي، وفسخ عقده مع النادي نتيجة أنه ما بياخدش مستحقاته بشكل كبير، فبالتالي نادي الزمالك بيتكلم على وجود هذا اللاعب في نادي الزمالك في الفترة القادمة. خليني أروح لواحد من أفضل رؤساء الأندية في مصر واللي عامل طفرة حقيقة مع النادي سموحة، المهندس فرج عامر. تحياتي لحضرتك يا باشمهندس. ازيك يا كابتن؟ اشكر سيادتك يا كابتن. لا ده حقيقه يا باشمهندس، دايما اعضاء النادي بيتحدثوا عن باشمهندس فرج عامر وانا موجود على طول يعني في اسكندريه. الله يخليك ويبارك في سيادتك. طيب يعني موقف حضرتك حتى الان من عوده الدوري والمساحات اللي تمت الانديه من امبارح او من النهارده ان هم بيجروها يا باشمهندس، انا ما اعرفش سموحه ابتدت ولا لسه. اولا موقفنا طبعا واضح وثابت، اللي هو موقفنا احترامنا لقرارات الدوله بعوده النشاط وعوده الدوري الممتاز، واحنا كنا طبعا بالنادي بذلك، بس طبعا ايا كنا بالنادي بيه طالما الدوله قررت وقالت ان احنا لازم نلعب الدوري لنا الشرف ان احنا نلعب الدوري، وخلاص خدوا مساحات من عندنا النهارده، اتخذت مساحات لجميع اللاعبين كلهم بالكامل. جميل. يمكن ما عدا لاعب واحد بس هو اللي ما خدوش منه مساحه لان هو ما كانش موجود، مش عارف ايه السبب يعني ما كانش موجود، لكن كل العاملين وكل المدربين وكل اللاعبين اتخذت منهم مسحه النهارده، وفي مسحه الثانيه يوم السبت هتتاخد، وان شاء الله هنبتدي على طول فور الانتهاء من المسحات التدريب واحنا جاهزين. طيب كابتن حماده موجود وكل الجهاز الفني موجود والكابتن
احمد ناجي وكل الناس موجودين. انا شايف كابتن احمد ناجي النهارده مبسوط بالمسحه قوي يعني. الحمد لله ربنا يكرمك. طيب باشمهندس بالنسبه للاعبين المحترفين هل كلهم موجودين؟ موجودين كلهم. موجودين كلهم. طب انت ما عندكش ازمه في اللعيبه دي كده خلاص؟ الحمد لله الحمد لله. احنا يعني كنا متوقعين حكايه عوده النشاط دي فاحنا ما سفرناش اللاعبين يعني او واحنا طبعا كنا مهتمين جدا لان يعني عوده النشاط دي حاجه مهمه قوي يعني عوده الحياه يعني حاجه جميله قوي. وبعدين النشاط لما يرجع والكره ترجع دي رساله للعالم كله رساله عن ان مصر طبعا دوله متقدمه قادره انها تتعامل مع هذه النوعيه من المشاكل. السياح يجوا مصر، الاقتصاد ينتعش، الشغل يشتغل، الدنيا تمشي، الحياه كلها تمشي. طيب باشمهندس وانت من خلال الاجتماعات اللي حصلت مع اتحاد الكوره في بعض الانديه يعني برضو حتى الان موقفها موجود ان هم مش عايزين الدوري يرجع. احنا بنشوف موقف من نادي مصر النهارده مثلا ان هو بينسحب من الدوري، يعني بتشوف الدنيا دي ماشيه ازاي؟ طبعا انا والله بص يا كابتن محمد، بص طبعا انا بشكرك على السؤال بس انا عايز اتكلم عن سموحه بس. احنا تمام. في سموحه عندنا مبدا مبدانا الدوله تؤمر ورئيس الدوله يؤمر احنا ننفذ بس كده. طيب مالناش دعوه بقى العفو، انا ما اعرفش ظروف الناس التانيه ايه ولا بيفكروا ازاي بس حضرتك احنا عمرنا ما احنا اللي بنقول ان احنا مجرد متبارين. طيب انسحاب، انا هتكلم انسحاب نادي من الانديه هل هيسبب مشكله للدوري الممتاز في عودته؟ بص ما فيش حاجه هتسبب للدوله مشكله. الدوله اقوى من كده واكبر من كده بكتير جدا. خدت مسالتك؟ مش ما فيش حاجه هتسبب مشكله والقافله هتسير والدنيا هتعود والحياه هتعود. واي حد بقى بيتخذ قرار عكس ذلك عليه انه يتحمل قراره بس. يعني كل نادي بيتخذ قرار، مجلس ادارته بيتخذ قرار سواء ايجابي او سلبي بيتحمل نتيجه قرار، لكن احنا مع الدوله. تمام كلام جميل يا باشمهندس. نشاط وعوده الكوره. كلام جميل. بشكرك يا باشمهندس يعني وجودك معانا ودايما بناخد من حضرتك اراء مهمه. باشمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، يعني اكيد واحنا بنتكلم زي ما قال باشمهندس ان في قرار اتاخد، اتحاد الكوره هيحدد مواعيد ده لو خلاص اتفق على الجداول والمباريات، وبالتالي هل الانديه اللي اتكلمت مثلا انها مش هتكمل، هل الانديه اللي بتتكلم كل احترام ليهم لان كل واحد عنده رايه في فكره ان في انديه خايفه على لاعبتها، في انديه خايفه على اللاعبين، في انديه مش معاها فلوس اصلا. يعني عايز اقول لكم ازمه نادي مصر مثلا في الماديات اكيد الوضع بالنسبه لهم بقى صعب جدا. على الجانب الاخر في برضو انديه لسه الامور بالنسبه لهم الجانب المادي بقى صعب. نادي مصر المقصه النادي اللي كان بسم الله ما شاء الله كان الجزء المادي عنده كبير جدا، بسبب التوقف ده الامور بقت صعبه عليهم، فبالتالي برضو الامور بالنسبه لهم صعبه في فكره المستحقات اللاعبين ما بقتش عارفه تديها لهم، بقى لهم 6 شهور. كابتن ايهاب جلال بيفكر ان هو يستقيل من منصبه، بالتالي الامور بقت صعبه في نادي مصر المقصه. لكن زي ما بقول لكم كل نادي ليه وجهه نظر، لكن مجرد لما الاتحاد الكوره هيحط الجدول الخاص بالمباريات ده ان شاء الله لو حصل هيكون كل الانديه ملتزمه انها تبقى متواجده. في حاله ان في نادي ما لعبش او ما بقاش موجود كله الامور هتمشي، وبالتالي هيعاقب اي نادي بالنزول للدرجه الرابعه. ده على حسب طبعا القوانين واللوائح المتواجده داخل اتحاد الكوره في فكره الانسحاب من البطوله، ده هيكون طبعا مصيره. فبالتالي هنشوف الامور ماشيه ازاي. بقول لكم بعض الانديه ليها وجهات نظر مختلفه، كل نادي ليه وجهه نظر سواء مادي او خوفا على اللاعبين والعاملين. دي امور طبعا هنشوف الامور او الايام اللي جايه ايه اللي هيحصل. كنت بكلمكم على الاخبار نادي الزمالك وقلنا على غليان الشعلالي اللاعب التونسي ونادي الزمالك بيحاول طبعا التفاوض مع هذا اللاعب. عارفين ان محمود علاء بعد طبعا تمديد عقده خلاص نادي الزمالك مطمن ان اللاعب موجود معاه يقدر من خلال تواجده يستفاد بيه سواء بوجوده داخل النادي من خلال المباريات والبطولات اللي جايه او يقدر يبيعه بشكل كويس، ده على حسب احتياج مستر كارترون. وعشان كده بعض العروض الاماراتيه والسعوديه موجوده لهذا اللاعب في نادي الزمالك. هنشوف نادي الزمالك هيحدد ازاي او هيعمل ايه. طيب خليني اروح لواحد ايضا من المدربين المميزين كابتن طارق العشري مدرب او المدير الفني لنادي المصري. تحياتي ليك يا كابتن. كابتن محمد زي صحتك. ربنا يخليك كابتن. ربنا يبارك. ابتديتوا المساحات يا كابتن ولا لسه؟ هنبدا بكره ان شاء الله. ان شاء الله. مفيش اي مشاكل يعني يا كابتن؟
مفيش مشاكل خلاص، احنا هنبدأ في الإجراءات الفنية ديت والطبية ماشية في اتجاه. طيب وبعد يعني كده انتوا هتبتدوا بقى كابتن بعد المسحة التانية التدريب، ولا لسه ما حددتوش كجهاز فني؟ هو احنا كنا مفترض هنبدأ، تعرف طبعا التاريخ اللي اتحدد يوم 20 ويوم 25 من الشهر اللي بعديه هيبقى في انطلاق للمسابقة. تمام. بعدين لما خدنا اجراء بدء التدريبات فوجئنا طبعا بان احنا ما حدش ينزل الا لما نعمل المساحات، لان اتحاد الكوره هو اللي هيتحمل المساحات دي عن طريق اللجنه الطبيه عن طريقه. فاجلنا كل ده عقبال ما نعمل المساحات. طبعا انت عارف المساحات كلها بتوجه كل اربع انديه مثلا في توقيت معين، فده طبعا في شك هياخد وقت كبير. وبعدين فوجئنا ان في مسحه ثانيه كمان بعدها بخمس ايام، فده كل ده وقف، كل ده توقف. فاحنا الستارت صراحه انا مش عارف هنبدا ايه صراحه. هو المفترض ان بعد المسحه الثانيه، لكن امتى عشان نبدا تدريباتنا وبعدين. طب خبر معايا كابتن، ممكن ده يكون بيحدد برضو ايه اللي ممكن يحصل معايا. خبر كابتن بخصوص اتحاد الكوره ان هو هيقعد في اجتماع خاص مع المدربين يشوف طلباتهم. جالك جواب يا كابتن بخصوص الموضوع ده؟ هو فعلا احنا جالي خطاب النادي المصري، بلغني ان يوم الاربعاء ان شاء الله الساعه 12:30 في اجتماع في اتحاد الكوره مع مدربين الدوري الممتاز. طيب طلبات كابتن طارق بقى لو هو في الاجتماع ده كابتن، يعني هل كابتن طارق هيطلب مده معينه او يقترح مده معينه من التدريبات؟ كابتن طارق وهو رايح يعني هيبقى حاطط البوينتس بالنسبه للطلبات بتاعته ايه بالنسبه لاتحاد الكوره؟ بص كابتن محمد، يعني خلينا نتكلم واقعي على الارض الواقع. كل الطلبات، انا متاكد ان كل طلبات المديرين الفنيين هي بتتعلق بعامل الوقت، سواء باستئناف البطوله او ببدء موسم جديد. هو اللي احنا بنطالب بيه يعني ان طبعا النهارده دخلت هتدخل تدريبات في 1/7 قبل ما تعمل دوري، وتدي فرصه كويسه جدا للمدربين، لان كل المدربين بعد 4 شهور 100 يوم الولد متوقف تماما. وانت عارف طبيعه اللعب المصري عندنا مش زي طبيعه اللعب الاوروبي. يعني النهارده لما بتبص للاعب الاوروبي يعني في بند واحد عمليه الوزن، اللعيب راجع ما عندهاش اوزان، انت هترجع تعاني من الكلام ده. اللعيب بتاعنا محتاج اعداد جيد لا يقل على الاقل عن 8 اسابيع، لا يقل عن شهرين متواصلين عشان تقدر تبني فيه من جديد في جميع العناصر اللي تستطيع فيها انك اللعيب ده ما يتصابش. حاجه ثانيه، احنا سامعين على ان حتى لو استؤنف في النشاط هيبقى مضغوط وملتحم مع الموسم الثاني، فانت عشان تقدر تعد لاعبين جيدين يستطيع ان هو يخوض مضمار منافسات مضغوطه ثم يلحم بعد كده في موسم ثاني، طبعا ده هيحتاج اعداد جيد. فانت لازم تدي الوقت الكافي امتى هتبدا وامتى هتبدا الستارت بتاع البطوله وامتى هتنتهي وامتى البطوله الثانيه هتبتدي. يعني لازم انت تكون انت كاتحاد كوره عاطي ملامح استراتيجيه واضحه بالبلان من الستارت للنهايه للستارت الجديد، عشان انت عشان انا كمدير فني ابني البناء عليه، بناء على التاريخ اللي انت هتديهوني هو اللي انا هشتغل عليه. لكن على التواريخ اللي احنا سمعناها ديت، يعني لو جبت ساحر عشان يقدر يعد لعيب، وانت لعيب كوره وعارف يا كابتن محمد، يعد لعيب في 30 يوم والنهارده انت هو اتخدت هو تنهور ده اسبوع في اسبوع جاي، يعني دخلت في 1/7 عشان تبدا من جديد. يعني انا بقول لك لا يقل عشان تبدا 1/9 دوري جديد، سواء دوري جديد او استئناف نشاط ثاني يعني. لكن انا بتكلم على عامل التوقيت الجيد اللي تقدر تعد فيه لعيب بشكل كويس عشان يخوض منافسات مضغوطه، لان انت لو رجعت بالمنافسات انت هتضغط الدوري عشان تخلصه وعشان تبدا في دوري جديد لا يقل. انت لو بدات في 9 يعني لو ممكن تخلص في 11 في 12 عشان تبدا موسم جديد. كل دي عقبات. ما تنساش كمان عمليه القيد، امتى هتبدا عمليه القيد بالنسبه للموسم الجديد، واخد بالك؟ كل دي. الحاجه الثالثه ان احنا مش عاوزين نغامر باللعيبه بتاعتنا في اصابات يعني غير محسوبه، لان اللعيب المصري يعني لو ما تعدش كويس انا بقول لك اهو هتبقى في نسبه اصابات كبيره جدا للاعبين. طيب. وما تنساش اللاعبين دي راس مال للانديه. اكيد. خليني اتكلم معاك كابتن واحده واحده. يمكن المعلومات اللي عندي ان اتحاد الكوره يعني الجدول اللي هيحطه ان هيكون كل 3 ايام مباراه.
ده المواعيد المقترحة من اتحاد الكورة. وايه يعني الدوري هيبتدي من الاسبوع الاول من اغسطس، ده بالنسبة للمعلومات اللي عندي. وهيفضل لغاية هتقعد شهرين تقريبا مضغوط بشكل كبير، بعد كده الدوري الموسم المقبل هيبتدي في نص نوفمبر. كابتن طارق قول لي يعني بالنسبة للجزء دي، هل تأثر بشكل كبير على فرقتك بالاخص؟ اتفضل كابتن محمد. اذا تحط الكلام ده بالبلان ده بالشكل اللي الوضع اللي حضرتك بتقول عليه ده، امال ايه الهدف من الاجتماع بالمديرين الفنيين؟ هو تصور، هو بيتحط تصور، وهو هيقول لك مثلا انا قاعد على المكتب اقول لك يا كابتن طارق انا بقول لك محدد كاس ده يناسبكم، انت تقول بقى اللي يناسبك كمدير فني. اتفضل يا كابتن. بص يا كابتن، اي شيء غير معد علميا بمنهجيه جيده هيؤدي لاثار سلبيه كارثيه كارثيه. انا بقول لك اهو من دلوقتي اهو. فالتوقيت اللي حضرتك بتقول عليه ده توقيت غير كافي تماما لاعداد لعيب قعد 100 يوم في سبات تام. احنا يعني برضو انا برجع اقول عشان في النغمه اللي بتقول ان الدوري الالماني رجع، الدوري الاسباني رجع، الدوري دول ناس يعني في تعاملاتنا وفي تعاملاتهم البروفيشنال في التعامل العقليه عقليه اللعيبه غير عقليتنا. وانت عارف يا كابتن محمد انا بتكلم في ايه، يعني انت فاهم انا بتكلم في ايه. انا فاهمك طبعا يا كابتن. اللعيب المصري محتاج سيكولوجيه معينه في الاعداد بتاعه في جميع النواحي، حتى النواحي الذهنيه، حتى النواحي النفسيه، حتى النواحي البدنيه لوحدها محتاجه. يعني انا متاكد اهوت بقول لك في بند واحد بس في عمليه الوزن ده محتاج شهر عشان ينزل. صحيح. لا واحنا عندنا ما شاء الله اللعيبه بتحافظ على وزنها، يمكن كان نفس كلام حضرتك كده. احنا عندنا كمان يعني احنا عندنا كمان ما عندناش وعي في انواع التغذيه، فما بالك كمان في الاربع شهور ده احنا قاعدين ثابتين عاملين بنعمل ايه؟ صحيح. يعني كمان ما تنساش ان الفتره اللي فاتت دي كانت مقفوله، حتى اللعب، حتى النزول على البحر، حتى المشي على البحر، حتى الجري ما كانش فيه الكلام ده. طيب انا يمكن كان بقول لحضرتك كان معايا كابتن طلعت وبيتكلم برضه في نفس الاطار اللي حضرتك بتتكلم فيه، يبقى كده انا وجهه النظر بالنسبه للمدربين المصريين انت لو سالت راحه في اتجاه واحد يعني نفس الاتجاه. اتفضل يا كابتن. لو سالت كل المدربين هيقول لك مش اقل من اللي احنا يعني ده انا بقول لك الشهرين ده المينيمم بتاع الاعداد بتاع اللعيبه في دوري. يعني انا مش يعني هل انت تتذكر انت كلاعب لحد ما بطلت اهو خدت اربع شهور اجازه؟ لا عمرها ما حصلت طبعا. يعني عمرها احنا انا بقول لك اهوت كمان يمكن انا قبليك كمان في اللعب وبطلت قبليك انا ما خدتهاش، بل بالعكس كان في السنوات الاخيره يعني في العشر سنين الاخيره كان من المميز هو تلاحم المواسم. صحيح. فالمواسم كلها كانت متلاحمه وكان ممكن تبقى بعدين جددنا وطورنا عملنا بنتيجه طبعا يعني انت عارف انت لما كنا بنسافر افريقيا في البطولات الافريقيه كنا بناخد بين 15 و 20 يوم وانت كنت مجرب. صحيح. الكلام ده يعني كان التاجيلات ديت كانت بالشهور ده النهارده بتروح وتلعب في ثلاث ايام فالناس كانت موافقه لكن كان في اعداد جيد. طيب كابتن عايز اطمن على احمد مسعود، وهل محمود وادي مفاوضاته مع نادي الزمالك هيتم فيها ايه، او في مفاوضات او ولا ما فيش؟ يعني برضو حضرتك برضو من خلال تواجدك كابتن ما فيش مفاوضات مع اي لاعب من نادي المصري لان انت عارف ان احنا عندنا مشكله قائمه حتى الان مشكله القيد الاداره مشكور يعني مشكورا فاتح فيها خطوات قنوات جيده جدا مع الاتحاد الدولي، لكن انت عارف الفتره اللي فاتت ديت كانت الدنيا مغلقه والناس مش متواجده وما كانش فيه تعاملات عشان يدي الراي فالدنيا اتاخرت بشكل كبير جدا. احنا معاقبين من القيد فما فيش حد هيتحرك من القوام الاساسي للفريق النادي المصري، بل بالعكس احنا كمان محتاجين يعني لو اتفتح لنا القيد ان احنا يعني نزود العناصر اللي زي دي الكواليتي اللي زي ده على اساس ان التارجت بتاع النادي المصري يعني تارجت عالي دايما بيبصوا للدخول في المربع الذهبي عشان تحقق الهدف ده لازم يكون عندك تيم جيد تقدر تنافس فيه على المركز. صعب طبعا صعب اللي انت تفرط في اي لعيب. بشكرك كابتن طارق ويعني كل التوفيق ليك وان شاء الله يبقى اجتماع مثمر مع الاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه اللي بتدير اتحاد الكره. خليني اقول لكم قبل ما اطلع فاصل، يمكن نادي الزمالك حتى الان بيشتكي في فكره المحترفين بتوعه، واحد منهم هو فرجاني ساسي.
طبعا العروض اللي موجوده لفرجاني سيسي طبعا بعد تألقه بشكل كبير مع نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت وظهور مستواه بشكل جيد وكل الانديه المصريه والعربيه بتتكلم عليه بشكل كويس، عروض كتيره جايه له بمبالغ كبيره، يعني مبالغ مغريه جدا جدا. وهنا انا بكلمكم ان اللعيب حتى الان بيفكر فيها، وان هو مش عايز يجي، او فكره ان هو ده معلومه يعني موجوده من خلال طبعا مصادر لينا، ان هو مش عايز يجي الا لما يحدد موقفه من خلال هذه العروض. طبعا كل واحد بيفكر في مستقبله، ولكن هو مرتبط بعقد مع نادي الزمالك، ولكن عايز طبعا فلوس اكتر. اي لاعب بيفكر في فكره الاحتراف، خصوصا اللعيب المحترف اللي هو بيبقى لا الا من تونس او من افريقيا، بيبقى بالنسبه له الجزء المادي اكبر بعيد عن انتمائه للنادي، فبالتالي هناك اغراءات ماديه بالنسبه لفرجاني ساسي، او ان هو يبقى بيفكر يبقى متواجد في نادي الزمالك الا بشروط او بجزء مادي معين، ودي هيكون طبعا من خلال التفاوض او من خلال الكلام مع المستشار مرتضى منصور او اداره نادي الزمالك ولاعب فرجاني ساسي لاعب المنتخب ايضا الوطني. طبعا الفتره الجايه هنشوف ايه اللي هيحدث مع فرجاني، خصوصا انه بقى لاعب اساسي، لاعب مهم حتى للجمهور نادي الزمالك بيطمن في ظل وجود هذا اللاعب. خليني اطلع لفاصل، قبل ما اطلع لفاصل هيكون معانا انفوجراف عن اللاعب الجديد لنادي الزمالك المثلوثي، هو لاعب مميز، لاعب باك رايت، و لسه طبعا لما يجي مصر الامور بالنسبه له هتتضح اكتر، وتاقلمه هيكون هنشوف الوضع بتاعه هيكون عامل ازاي بالنسبه لوجوده في مركز مهم جدا نادي الزمالك كان محتاجه، هو الباك رايت. مكملين مع حضراتكم اخبارنا 5 دقايق ان شاء الله يكون كابتن مجدي معانا في البريم، وهنتكلم طبعا في كل الامور الخاصه بالدوري المصري وعودته ان شاء الله. خليني اقول لكم خبر عن اتحاد الكره او اللجنه الخماسيه، ان انا قلت لكم ان هيكون في اجتماع مع المدربين وكل واحد هيقول وجهه نظره، ويمكن كابتن طارق وضح فكره المده او الوقت والزمن هو الاهم بالنسبه لاي مدرب عشان يرجع مره اخرى بفرقته في كامل مستواها وكامل لياقتها. لكن خلينا بس نتفق على شيء، ان الدوري المصري مش هيرجع بنفس قوته زي ما شفنا الدوريات الاوروبيه، ويمكن طبعا مع الفارق، يعني مع الفارق في الجزء البدني والفني، وزي ما قال كابتن طارق ان نوعيه اللعيب المصري، فكره حتى النظام الغذائي بتاعه ونوعيه تدريبه في لوحده كانت اكيد مش زي اللاعب المحترف اللي موجود في اوروبا، فبالتالي هتبقى بعض الامور اللي هتناقش في الاجتماع ده مهمه جدا. ويمكن احنا انا سعيد ليه ان الاجتماع ده موجود، لان اما جينا من يومين كابتن طلعت يوسف معانا وكابتن والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبيه للاتحاد المصري لكره القدم، ابتدينا نتكلم معاهم وكانوا موجودين على الخط في نفس التوقيت، واحنا بنسال او خليك كابتن طلعت يوسف يسال دكتور محمد سلطان ايه اللي هو مضايقه او ايه اللي محتاجه، ايه اللي المفروض كابتن طلعت يوسف كان ليه استفسارات خاصه مع دكتور محمد سلطان، وبالتالي ده كان شيء مهم. على نفس النهج أنا سعيد إن اتحاد الكورة عمل هذه الجزئية، لأن جزء مهم جدا هو جزء المدربين، عشان تحط وقت وتحط جداول، وإن كان في جداول مثلا في دماغك أنت أو أوقات حاططها كلجنة كورة أو لجنة إدارة الكورة في مصر حاططها عشان تحط كده أسس ليك عشان تبتدي عليها، ولكن مهم جدا إن ترجع للمدربين، عشان هم اللي في الأول في الآخر يقول لك إحنا نقدر نرجع في الشهر ده أو في الشهرين أو في 3 شهور، ده اللي انت تقدر من خلال هذا الاجتماع تعمله، واعتقد ده هيبقى اجتماع مهم ومثمر في جزئيه عوده الدوري مره اخرى. وعلى فكره على حسب كلامهم ممكن اتحاد الكوره ياخد قرارات تانية غير عوده الدوري، يعني بس عشان نبقى الناس ما تتخضش،
لان في مدربين هيجي يقول لك لا انا ما اقدرش ارجع بفرقتي في مثلا في 4 اسابيع او في 5 اسابيع تدريب جماعي. في بعض المدربين اكيد واحنا شفنا تصريحات من مدربين كبار بيتكلموا في هذه الجزئيه او في اطار هذه الجزئيه، فبالتالي في بعض الامور ممكن في الاتحاد الكوره تخليه ياخد قرار مختلف عن بعيد عن عوده الدوري، لكن حتى الان الغالبيه العظمى هو عوده الدوري الممتاز. طيب ايضا في اجتماع مع اتحاد الكوره بخصوص القسم الثاني اللي بيطالب حتى الان بالغاء الهبوط بالنسبه للقسم الثاني. عايز اقول لكم ان 5 اسابيع بس هي اللي متواجده او فاضل في القسم الثاني، فبالتالي الامور بالنسبه لهم اسهل بكتير من الدوري الممتاز. فاعتقد ان الاجتماع ده والمطالبات بالنسبه للانديه بتاعه القسم الثاني ان الغاء الهبوط هتبقى اعتقد انها تقابل بالرفض، لان طبعا هياثر بشكل كبير في كل حاجه. انت بتاثر الغاء هبوط بياثر في الدوري الممتاز على اللي تحتيك اللي هو القسم الثاني وبياثر على القسم الثالث، فبالتالي اعتقد ان الطلب ده ممكن لو اتعرض في الاجتماع هيقابل بالرفض بشكل كبير. ايضا بالنسبه ايضا لانديه القسم الثالث بكره فيه هيكون اجتماع خاص بالانديه دي، وزي ما احنا قلنا ده حاجه كويسه ان الاجتماع بالقسم الاول والتجربه في الدوري الممتاز لو عاد مره اخرى ثم يعود القسم الثاني، لو ان شاء الله عاد برضو هيبقى القسم الثالث، بالتالي الامور تمشي تباعا من خلال الاقسام الخاصه بكره القدم المصريه. حاجه كده او مصدر من خلال طبعا تواجدنا في اتحاد الكره، فكره الفتره اللي فاتت ان الشكاوي بعدم وجود مستحقات للاعبين بقت كتيره، وفي رقم كده هقول لحضراتكم بخصوص الشكاوي في الفتره اللي فاتت او في فتره التوقف بتاع الكورونا دي بخصوص عدم وجود مستحقات او الحصول مستحقات اللاعبين على فلوسهم في الفتره اللي فاتت. وصلت ل 337 شكوى من لاعبين ضد انديتهم في الاقسام المختلفه في الدوري المصري، فبالتالي رقم كبير بالنسبه للدوري المصري واللاعبين في الدوري المصري بس. فبالتالي الامور بالنسبه للاقسام والفلوس زي ما بقول لكم احنا في ازمه ان شاء الله نعديها بشكل كبير، سواء بقى بعوده الدوري او حتى بالجانب المادي بالنسبه للانديه عشان تفي بوعودها مع لاعبيها وتفي بوعودها مع العاملين والمدربين والاجهزه الفنيه. انا كنت اتكلمت في جزئيه الاسماعيلي مع حضراتكم في ان الاسماعيلي عنده مشكله ان هو منتظر تعهد كتابي من الاتحاد المصري لكره القدم من خلال طبعا ورقه رسميه ان هو المتحمل او بيتحمل اي مشكله تحصل للاعبين سواء باصابه الاصابات العاديه او حتى اصابه اي لاعب فيروس كورونا. ده يمكن نادي الاسماعيلي وكلامه في تصريحاتهم كنادي الاسماعيلي، وان هو لغى المسحه الخاصه بالكورونا في اللي كانت محدده ليهم اليومين دول، فبالتالي طبعا هنشوف الفتره الجايه اسماعيلي هيعمل ايه. هو مستني هذا التعهد من اتحاد الكره. زي ما قلت لكم اتحاد النادي الاتحاد حدد 100,000 جنيه عقوبه على اي لاعب مش هيحضر المسحه الخاصه باختبار كشف عن فيروس كورونا. خليني اطلع لفاصل واستقبل كابتن مجدي عبد الغني محلل البريمو، واكيد هنستمتع بيه من خلال تواجده في البريمو. برحب بحضراتكم مره ثانيه ومكملين مع حضراتكم. معايا في الاستوديو كابتن مجدي عبد الغني نجمنا ونجم البريمو. كابتن مجدي برحب بيك. اهلا بيك. منور يا كابتن محمد، ربنا يخليك، ده نورك يا حبيبي. يعني شايفين الدنيا بتتحرك ولا ممكن تقف يا كابتن؟ لا، هي بتتحرك بس لازم تتحرك بعقل.
يعني يعني انا طبعا اتكلمت الكلام ده مع اسلام لما كنت معاه وبكلمه معاك برضو، بقول ان انا كنت من اشد قلته على السوشيال ميديا هنا عندنا في القناه. تمام. انا كنت من اشد المناصرين لعوده النشاط الرياضي، ولكن مش بعد اعاد او بعد مرور 4 شهور تقول لي عوده النشاط الرياضي خلاص ما عادش في وقت. أو يعني او الدوري، انا بتكلم على الدوري. ما الدوري السعودي كده كابتن، ما هو الدوري السعودي يحددوا هيلعبوا. الدوري السعودي يقدروا، الدوري بص الدوري السعودي ما فيهوش لو عايزين ما يعملوش توقفات مش هيعملوا توقفات. ارتباطاتهم الدوليه والكلام ده بس ليه برضو... هيخلوا المنتخب ياخدوا بتوع المنتخب ويخلوا الانديه تلعب من غير لعيبه المنتخب. هم عندهم القدره على ده. طب احنا ما احنا ممكن احنا ما عندناش القدره، ما نقدرش نحل الكوره عشان نرجع يا سيد الفضل الدوري. ما عندناش ده غلط، ده ضد قوانين الاتحاد الدولي. ده انما الاتحاد السعودي او الدوري السعودي المهيمنين بيقدروا انهم يتحكموا في رؤساء الانديه، فمحدش بيقدر يتكلم او محدش يعني ما اقصدش ان محدش يقدر، محدش بيشتكي. مع انه دوري محترفين طبعا دوري محترفين والاحتراف له قواعد. انا النهارده المفروض النادي هو اللي بيدفع للاعب، فلما تاخد اللعيب مني انا من حقي ما العبش او يتاجل لي او ما العبش، ما لازم العب بيه اللعيب ده بتاعي انا. كون ان انا بديه لمنتخب بلاده ده موضوع بيبقى ايه، بيبقى وطني او معنوي اكتر. طب ما حتى الان يا كابتن الموضوع ضبابي بالنسبه للاتحاد الافريقي بخصوص عوده الانشطه الخاصه بالمنتخب. ايوه ما احنا ما بنتكلمش على الضبابيات بس. لابد انه هيعود. يعني النهارده الاتحاد الافريقي لم يلغي دوري الابطال ولا الكونفدراليه. يبقى اذا عندك ناديين داخلين دوري الابطال والكونفدراليه ايا كان الوقت اللي هيتعمل فيه. صحيح. انت واخد بالك؟ لم يلغي الاتحاد الافريقي الكان الكان نفسها. ما هو الكان هم منتظرين في لجنه هتبقى موجوده، كابتن شطه كان معايا امبارح، لجنه رايحه للكاميرون عشان تشوف الاستعدادات الخاصه. عايز ارد على شطه في حاجه بالنسبه للاعبين المحترفين الخاصه بالانفراستراكشر او البنيه التحتيه الخاصه اللي كانت المفروض فين في الكاميرون؟ في الكاميرون لانها ممكن تتسحب يعني كابتن شطه. ما هو بقى احنا بنتكلم ايه، هتتعمل في الكاميرون هتتعمل، انما هتتعمل لان الاتحاد الافريقي يخسر كتير قوي لو الكام ما اتعملتش. فهتتعمل الكام فين الله اعلم، مش هي دي فين، دي مش قضيتنا. يعني في دول جاهزه، يعني لو جم قالوا مصر يتعمل فيها الكام تاني هنعمله. ممكن عادي يا كابتن. عشان هنعمله بتعمل. عشان نتحل تاني. انت انتوا مش موجودين بقى خلاص. انت واخد بالك؟ القضية ان الارتباطات دي جاية مش هتقدر تلغيها. ده مش انما تقدر تستبعد دوري عندك موسم لظروف. استبعدنا حرب 67 مواسم اتلغت وما كانش فيه كورة. حرب 73 وبعدين من 67 ل 73 حرب استنزاف ما كانش فيه كورة خالص، الا بقى ايه اي حاجه كده وما تعتبرش انها. بس كابتن تسمع كلامي في الحته دي، معلش انا هقطع. الكوره كان في الوقت ده كانش فيه الرعاه والشركات والماديات اللي احنا شايفينها. ايوه ما أنا والتزامات الانديه. انا مش مختلف معاه. انا بكلمك ان في مواسم اتلغت. لا ماشي. لظروف. ولو كان في رعاه ما كانش حد لا صوت يعلو فوق صوت المعركه. انت ما كنتش عايش المرحله دي. احنا كنا عايشين المرحله دي. كنا ندرس في المدرسة في ابتدائي لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. فلا صوت يعلو فوق صوت المعركة، تلعب كرة فلا مفيش حاجة تعلو فوق صوت المعركة. لحد حرب 73 لما خلصنا بدأنا بقى 73 بعد أكتوبر بدأنا نلعب كرة. وبدأت الكرة تستمر. دلوقتي انت بتتكلم على رعاة ماشي هيبقى في خسائر، بس الخسائر ممكن تتجزأ. لان انا النهارده انا الراعي مثلا عايز مني 10 قروش او 50 مليون جنيه او 100 مليون جنيه، بدل ما ياخدهم الراعي في موسم واحد لا ياخدهم، ما الراعي معايا ياخدهم مني يقطعهم مني على 3 4 5 مواسم. يبقى انا ما خسرتش كتير. كاني جبت لعيب، يعني النادي الاهلي مثلا دفع 42 44، انا ما اعرفش، بيقولوا نادي الانبي خد 38 مليون واللي دفعوا المستشار ترك 44 مليون او 46 مليون، ففي فلوس ف
فرق بين كان النادي الاهلي دفعوا في اسمه ايه في لاعب نادي انبي ده اللي هو ما لعبش صلاح محسن ده ما لعبش يعني دفعت كذا مليون او نادي الزمالك اللي دفعوا في اي لعيب برضه من لعيبه النادي الزمالك اللي عواد مثلا اللي ما لعبتش مثلا عواد ما لعبش فيبقى انت بتقلل الخساره انك بتقطعها على سنوات كبيره. خلينا نتكلم الوقت هو الوقت يسمح الوقت هيسمح انك تقيم 17 مباراه يسمح ان انا اقيم 17 تمام مباراة. حلو كلام جميل ده لكن هل يسمح ان انا اعمل موسم جاي؟ لا والله ما يسمحش يبقى عندي موسم جاي بدايته المفروض مثلا لو 17 احنا بنتكلم مثلا كابتن لو انت النهارده شهرين 17 مثلا 17 مباراه شهرين ونص مضغوطين كل 3 ايام ماتش مثلا شهرين ونص مضغوطين زي ما بيحصل في الدوري شهرين ونص مضغوطين طيب هتبتدي في سبتمبر اكتوبر نوفمبر نص نوفمبر انت هتلحم كده بقى انت كده ما هتلحم ازاي انت عندك ما انت ما عندكش وقت بقى لو لعبت بال 18 فرقه دوري ب 34 اسبوع ده انت هتلحم في 2022 تروح تلعب او 25 تخلص مش تلحق تخلص حاجه ده انت هتبعد قوي انت واخد بالك مش ما فيش لحم فالحل الوحيد هو الحل اللي انا قلته لانهاء الجدل اللي احنا فيه وبدايه موسم جديد خلاص احنا طول عمرنا بيتلغي لنا مواسم ما هو ما فيش وقت يا هتكمل الموسم وتضحي بالموسم اللي جاي يعني تكمل نص موسم اللي باقي ويبقى ما فيش موسم جاي انت بتتكلم يا كابتن في مشكله الوقت ولكن هناك مدربين من خلال تصريحاتهم ممكن دلوقتي كان كابتن طارق العشري لو حضرتك كنت بتسمع بيتكلم برضه في الزمن الفني لان في حاجه اسمها الزمن الفني يا كابتن بالنسبه ايوه الاعداد ما انت النهارده ده انت خد بالك ده انت عشان تبتدي في التوقيت اللي هو في شهر 9 انت هتدي الفرق 15 يوم بس يعملوا فتره اعداد ما هو لحد دلوقتي طب وليه يريحوا يا كابتن؟ نعم هو لازم يريحوا؟ لا انا ما بتكلمش للموسم اللي جاي انا بتكلم على الموسم ده انا بتكلم على الموسم ده انت بتعمل مسحه دلوقتي تمام قبل ما يبتدي كام دلوقتي في المسح احنا كام 22 تقريبا 22 كام 22 جون مش كده علشان تبتدي الموسم تبتدي التدريبات امتى بعد المسحه تبتدي التدريبات امتى هتبتدي التدريبات 1/7 مثلا هتاخد لك قد ايه مثلا تاخد لك شهر 7 شهر اعداد ولا 15 يوم اعداد ما هو انت 15 يوم اعداد ايه ما ينفعش 15 يوم اعداد بعد 3 شهور اعاد طب تسمح لي يا كابتن بس اخد كابتن سعفان الصغير طبعا نجم نادي الاسماعيلي ومن افضل حراس اللي جت في تاريخ مصر كابتن سعفان مساء الخير عليه كابتن محمد تحياتي لحضرتك وتحياتي للكابتن مجدي وحشني يا كابتن مجدي حبيبي يا سعد ربنا يخليك يا حبيبي بنتكلم يا كابتن سعفان في عوده الدوري ويمكن نادي النهارده الاسماعيلي كان في خبر معايا بخصوص ما عملتوش المسحات او في مشكله خاصه بالمسحات يا كابتن فمعلش توضح لنا الجزئيه دي في ظل وجودك طبعا كمسؤول داخل النادي الاسماعيلي لا هو مفيش مشكله ولا حاجه هو كان ميعادنا بكره بس اتاجلت للاسبوع اللي بعده وده عادي بتحصل في اي موقف ان بيبقى فيه تاجيلات وبتاع بس الموضوع مش موضوع مسحه يا كابتن محمد اتفضل يا كابتن ولا موضوع دواء ولا موضوع اي حاجه الموضوع عندي يا كابتن محمد بمعنى ايه يا كابتن؟ بمعنى كابتن مجدي الراجل يعني كابتن منتخب مصر وقاعد مع حضرتك وكان لسه مع شويه من حضرتك كان كابتن طارق العشري هو ليه الناس عايزه تاخدها عندي انك ترجع الدوري؟ ليه؟ انت لما تيجي تقعد حتى في بيتك او في اي اجتماع وكابتن مجدي كان مسؤول في اتحاد الكره المصري لما بيجي ياخدوا قرار ان محمد فاروق مع احتفاظه بالالقاب طبعا او سعفان الصغير قول اللي انت عايزه هيتولوا المنتخبات مش في حاجه اسمها راي اغلبيه يا كابتن محمد 14 نادي مش موافق على بعد الدوري وبعدين يا كابتن انت احنا عندنا 5 لعيبه يا كابتن مجدي لو حضرتك معانا وسمعنا يا كابتن في 5 لعيبه افارقه موجودين في افريقيا اجوا لنا انت دول يا كابتن مجدي وبعدين الحاله لما زادت يرجعونا التدريبات؟ لا، طب ما الحاله من شهرين ما كانش في زياده في مصر في وفيات ولا كان في اصابات وما كانش في رجوع كنا قاعدين في البيت. دلوقتي الحالات بتزيد اكتر باكتر باكتر نرجع التدريبات ازاي يا كابتن بس؟ هو مش في حاجه اسمها صحه اللعيب، صحه البني ادم، صحه الانسان. الموضوع مش موضوع انت يا كابتن محمد، الموضوع موضوع لازم وبعدين معلش اتحاد الكوره بعد قعده رؤساء الانديه في اتحاد الكوره لازم يجيبوا مدربين فنيين
يقعدوا مع. طب ما هو في اجتماع كابتن، في اجتماع يوم الاربعاء تقريبا مع المدير الفني. اتمنى يا كابتن اتمنى كابتن حلمي طبعا برضه قال نفس الكلام دوت، قال لك يعني كابتن سيف زاهر قال له طب انت ليه مش في كابتن حلمي عوده الدوري مع ان ناديك المجلس الاداره موافق؟ قال له انا ماليش دعوه بالناحيه الاداريه، انا بالناحيه الفنيه. انا كمدرب حراس مرمى، حراس المرمى كابتن مجدي بقى لهم 130 يوم ما فيش حد فيهم اتكلم طالع. حراس المرمى حالهم لسه بنتكلم على الوقت الزمن حالهم زي الفني. حال كل اللعيبه، اللعيبه بقى لها اربع شهور قاعده في البيت، حتى اللي بيتمرن واللي بيعمل ده بقى بعيد. اهم حاجه المباريات، هو ايه اللي بيجيب الفتنس؟ فتنس الماتشات الوديه. فالنهارده اللعيبه هتلعب ماتشات وديه امتى؟ وهتلعب مع مين؟ وهتلعب ازاي؟ والكلام دوت والكلام ده هل تقدر كل الانديه انها تعمله؟ وبعدين المشكله كمان في خطاب جه من الاتحاد الدولي حاطط ريجوليشن للبدايه، قال لك اللعيب اللي يرفض ان هو يلعب خلاص ما يقدرش النادي يعاقبه، ما فيش عقوبه. فنفترض ان نادي عنده 20 لعيب رفضوا ان هم يرجعوا، او قال لك احنا مش هنجذب بصحتنا، او عنده 10 مش هيرجعوا، او عنده الخمسه الاجانب مش هيرجعوا مثلا على سبيل المثال، يبقى النهارده مش هتقدر تعاقبهم، ولا يقدر اتحاد الكره يعاقب النادي. ده طبقا للخطاب اللي جاي للاتحاد المصري لكره القدم. اتفضل يا كابتن، اتفضل يا كابتن سعفان. هسيبك معاك برده واكمل الحلقه مع حضرتك. يعني الموضوع محمد انا مش سامعه كويس، معلش يا كابتن، عشان خاطر استمتع بحضرتك يا كابتن مجدي، مش عايز اطول على حضرتك. لا احنا انت حضرتك مهم جدا رايك كابتن، لان ده راي كل، احنا بنتكلم على الوقت الزمني الفني للفرق. انت كمدرب حراس مرمى عايزك تتكلم وقت قد ايه عشان ترجع الفت او تخلي حارس المرمى بتاعك فت يا كابتن؟ احنا بنتكلم انا محتاج بالظبط يا كابتن ما بين 60 يوم و70 يوم عشان ارجع حراسه المرمى بما فيهم 6-7 ماتشات وديين زي ما كابتن مجدي قال يا كابتن محمد. انما هتضغطني، هيبقى في ضغط وفي اصابات وفي استعجال. طب على ايه كل دوت؟ على ايه كل دوت يا كابتن؟ لا انت يعني المفروض يبقى في راي جماعي، راي محترم، الناس كلها تقعد على الترابيزه، المديرين الفنيين ان شاء الله يقعدوا في اتحاد الكوره مع اللجنه الخماسيه. وطبعا اللجنه الخماسيه معلش يا كابتن محمد فيهم اثنين كانوا كباتن كبار، الكابتن محمد فضل والكابتن احمد عبد الله لعبوا كوره. دكتور احمد الدكتور احمد عبد الله لعب كوره، فهو ادرى، هو لازم اللي يقول يا جماعه الموضوع ده صعب جدا، الحكومه وقفت الرياضه ترجع، سوري الرياضه ترجع، بس ما وقفتش ان الدوري يرجع، لا التدريبات ترجع، نتمرن يومين في الاسبوع، عبال ما كابتن مجدي زي ما قال نبدا دوري جديد شهر 9 على نظافه. مش هيبقى فيه كل 3-4 ايام ماتش، هتبقى صعبه قوي يا كابتن محمد. طيب هل صحيح ان اداره النادي الاسماعيلي مستنيه تعهد كتابي من اتحاد الكوره بخصوص اي اضرار تقع على لاعب، سواء بقى باصابته بفيروس كورونا او بالاصابات اللي ممكن تحصل مع رجوع الدوري؟ عمره ما هيكتب اتحاد الكره تعهد كتابي عن نفسه. ما انا عايز اسال الكابتن سعفان، هو ده حق؟ هو على فكره ده مش حق الناس مني بس، ده حق كل الانديه، مش لعيب بس كمان يا كابتن محمد. انت ممكن عامل يا كابتن مجدي اللي بيجيب لك طبعا الكره، طبعا ممكن دكتور في الجهاز الطبي، ممكن اداري. ايه اللي يحصل بقى؟ يعني انا دلوقتي اكثر واحد سعيد ان الرياضه رجعت. يا جماعه الدوري الانجليزي فيه ثلاث لعيبه جالهم كورونا. يعني انا سعيد يا كابتن محمد دلوقتي ان الرياضه رجعت. يعني هو يعني اتفضل يا كابتن، اتفضل يا كابتن سعفان، اتفضل. يعني انا سعيد ان الرياضه رجعت، لاني انا بعدين في البيوت بقى ثلاث شهور، انا عايز تنزل تشتغل. كابتن مجدي عاشرني في المنتخب، انا ماليش دخل غير كره القدم، فانا مستني الكره ترجع، بس مش ترجع لان انا في البيت وسط اهلي وانا سليم الحمد لله ومعافي، احسن ما اروح اقعد في عزل 15 يوم ولا يحصل لي اي مشكله. طب ما هو وارد يا كابتن سعفان ان الاصابات، لو احنا بنتكلم على الاصابات، انها تزيد بعد حتى بدايه الدوري، واحنا بنبتدي موسم جديد، انها يفضل مثلا لما تبتدي موسم جديد يبقى عندك وقت. كابتن سعفان كان بيتكلم على الاصابات الخاصه بالكورونا. بص انت دلوقتي لو لا قدر الله بتكمل الدوري وبعد كده حصل اي اصابات ولا حد جاله تعب ولا ايه، هتعمل ايه؟ هتلغي، يبقى انت ضيعت وقت. هو الدوري الانجليزي لغى يا كابتن لما الثلاثه دول ظهروا؟ لا الدوري الانجليزي فاضل له 6 اسابيع، ده ليفربول يكسب الماتش الجاي حسب البطوله، ده لفرق 20 نقطه. طيب انت ما تقارناش لا بالدوري الانجليزي ولا بالدوري الالماني ولا بالدوري الاسباني. ليه؟ لان الدوريات دي كلها ما كانتش بتأجل ماتشات. تمام كابتن سعفان، خليني بس يعني اطمن على الجهاز الفني، مستر جوميز مكمل ولا مش مكمل؟
كل الجهاز موجود حاليا في نادي الاسماعيلي، موجودين كابتن جوميز وكابتن محمد محسن ابو ريشه وكابتن ادم صلاح دار وانا مدرب حراس مرمى. مفيش اي تغييرات خالص لحد دلوقتي، موجودين كلنا بنتعامل على الواتس مع اللعيبه لغايه ما نجتمع، لان احنا من ساعه ما رجعنا من ماتش الارجاء المغربي اللي اتلغى واحنا بعيد عن النادي الاسماعيلي. فحاجه اخيره بس عايز اعقب على اعقب زي ما كابتن مجدي قال، ما تجيبش احنا زي اوروبا يا كابتن محمد. بس تمام يا كابتن، بشكرك كابتن سعفان وكل التوفيق ليك وتوفيق النادي الاسماعيلي. طبعا هي فكره كابتن، احنا عايزين نرجع زي ما قال كابتن سعفان، انا مش عايز اقعد في البيت، انا عايز اشتغل. ايوه ماشي خلاص، لكن هي الدوله يكون... الدوله مالهاش دعوه بالتكنيكال. الدوله قالت لك ارجع، بتتكلم على الخطوط العريضه. الخط العريض احنا عايزين الحياه تعود، الرياضه تعود، ده اللي عايزاه الدوله وده اللي عايزه وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي المحترم، واخد بال حضرتك؟ هو ده. انما ترجع ازاي؟ الدوله مش فنيه، ما عندهاش فنيات، اللي مسؤول هو اتحاد الكوره. صحيح. طب ايه رايك في الانديه اللي هددت بالانسحاب يا كابتن؟ يا سيدي الفاضل، الانديه لو بقول لحضرتك، لو اللعيبه جوه الانديه قالت انا مش هقدر العب، يعني في عندنا الحالات بتزيد مثلا، فجي لعيب، الدوله بتقول الحياه ترجع، النادي هيتفتح بضوابط معينه، أعضاء هيبقوا موجودين أعداد معينة، الألعاب هتتلعب بحاجات معينة، تمرين حتى فريق الكورة هيبقى بأعداد محددة زي ما حصل بره. كانوا بيتمرنوا 5 مع بعض ولا 10 مع بعض في الملعب كله، وبعد كده تاني يوم يتمرن 10 تانيين، وتاني يوم يتمرن 10 تالتين، يعني ما كانش ال 25 ما كانش فيه التلاحم اللي موجود، كان بيبقى فيه عاملين حسابهم، أنت واخد بالك؟ النقطة بقى هنا، الدولة بقى سايبة الأمور الفنية للفنيين، مش سايباها، مش هي مش هتتدخل فنيا. انتوا شايفين ان النشاط يرجع؟ يرجع النشاط، كلنا عايزينه يرجع. طب عايزينه يرجع ازاي؟ هل البطولة القديمة دي ينفع ترجع؟ 17 أسبوع دور كامل لسه احنا ما لعبناهوش، يبقى بالحساب بالورقة والقلم. طب لو لعبناه يبقى احنا هنقضي على الموسم اللي جاي. طيب يبقى انت النهارده حتى انت لو لعبت دور كامل وجيت السنه الجايه عملت مجموعتين، اللي هو الاقتراح اللي انا بقوله، مجموعه على راس الاهلي ومجموعه على راس الزمالك ب 12 فريق و12 فريق، مش هتلحق تخلص برضه، مش هتلحق تخلص، لانك هتبتدي في ديسمبر، هتخلص 17 اسبوع دول في نوفمبر، وتبتدي الدوري الجديد في ديسمبر. ديسمبر انت لو يعني لو 12 يعني ده انت لو في شهر 12 انت لو بتتكلم على ان في بطولة افريقيا وفي بطولة الكونفدرالية، بطولة افريقيا الانديه الابطال والكونفدرالية المشترك فيها بيراميدز، وبعدين تصفيات الامم الافريقيه، وبعدين تصفيات كاس العالم، بعد كده كان بقى. وبعد كده اللي انا سمعته ان اتحاد الكوره عامل حسابه على البطوله العربيه برضه، ان في انديه بتشترك في البطوله العربيه زي الاتحاد مثلا، وانديه تانية لقت نفسها في البطوله العربيه. طب انت هتجيب كل الوقت ده من ايه؟ وانت رمضان في نص اربعه اللي جاي، والدوره الاولمبيه في سته اللي جاي. طب ايه انت يعني انت لازم تخلص في نص اربعه او اول خمسه عشان تدي فرصه للمنتخب الاولمبي. انت النهارده لو خلصت في ديسمبر ال 17 اسبوع، وهتعمل السنه الجايه مجموعتين، مش هتلحق ليه؟ لان عندك من يناير وفبراير طايرين منك. طايرين في ايه؟ احنا بنتكلم بالعقل يا جماعه، لازم تفندوا الكلام اللي انا بقوله ده، عشان لو بتكلم غلط حد يرد عليا. هل انت عارف طايرين ليه؟ كابتن مضغوطه بشكل كبير في نعم؟ انها تلعب تعود بالدوري مره اخرى، هل في ضغوط موجوده على اللجنه الخماسيه بالعوده دي؟ لا انا ما اعرفش. ما هو انت بتتكلم في تفنيد، انا كنت مسؤول في وقت من الاوقات في اتحاد، انا بقول لك اهو، احنا بنجيبها اكيد هيبقى متقارب، ما بنجيبها ورقه وقلم اهو. انت النهارده يناير وفبراير طايرين منك. يناير اعداد للمنتخب العسكري اللي بطوله العالم العسكريه موجوده هنا، ومصر لازم تكسبها، فلازم يبقى اعداد جيد، وعندك مده البطوله 17 يوم. تمام، مده البطوله 17 يوم. انا بقى ماليش دعوه، انا ما بتكلمش كمجدي عبد الغني مين ياخد البطوله ومين. اتحاد الكره له يعني
يعمل مش له الحق يقدر انه يقول ايه النادي الاهلي بطل الدوري خلاص الاهلي بطل الدوري يعني يلعب الكاس عشان يطلع بطل الكونفدراليه انت واخد بالك الخمس ماتشات اللي باقيين وفي نفس الوقت يفعل اللائحه اللي عملت اتحاد الكوره 95 لان لو الكاس ما اتعملش ما تلعبش الكاس مش هتقدر تعمل العدد ده يبقى مش هتقدر تقلل انت مقلل الجمعيه العموميه على الناس اللي خرجت من الكاس طب انت لو لغيت الكاس لو لعبت الدوري ولغيت الكاس يبقى ايه الحل طيب توقع كابتن مجدي وبعدين القيد هيتم امتى بالنسبه حتى قيد افريقي كمان القيد الافريقي والقيد المحلي انت لو لعبت الكاس ووقفت وعملت فتره اعداد بقى كويسه للعيبه بقى لهم 4 شهور ولا 3 شهور نايمين في البيت هيبقى عندك اغسطس زي العاده هو يتفتح الويندو بتاع ال 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 القيد الطبيعي الشيء الطبيعي اللي بيحصل يبقى انت بتعمل اغسطس لفريق الدوري الممتاز عشان يلعب في سبتمبر وبتعمل سبتمبر لفرق الدرجه الثانيه والثالثه وبتعمل بتفتح بقى لفرق الدرجه الرابعه التصنيطه دي يا كابتن انت بتتكلم فيها كابتن مجدي عبد الغني الدوري يرجع ولا ما يرجعش هيرجع ولا مش هيرجع بالتفنيطه واللي ده مفروض هيبقى على الورق لو رجع الدوري يبقى مفيش الموسم الجاي موسم كويس طيب خلاص انت يعني عايز ارد على شطه لان شطه اتكلم انا عايز اسالك على حكم حاجه كده اتكلم جدا. على جمعيه اللاعبين المحترفين فين وإنها ما اعرفش في مكان وشايف وانا على المقاطع إيه قال ايه بقى بيقول لك ما بتقومش بدورها او لازم تقوم بدورها ولازم اللعيبه مش عارف تبقى اللي هو حتى الاكتيفيتيز بتاعتك بسم الله ما شاء الله عمال تلف انا مش فاهم انا اقوم بدور اكتر من كده ايه ده انا باذل مجهود يعني انا اكتر واحد بلف ربنا يستر عليا يعني عايز ايه الشطه مش فاهم هو اصلا ما يعرفش حاجه عن جمعيه اللاعبين المحترفين ولا عمره قدم لها يعني هو كان مدير فني يعني انت شفت التصريح يا كابتن شفته يعني شطه اتمنى انه كان يكلمني الاول قبل ما ما يدلي باي تصريح في الحته دي لانه ما يعرفش فيها حاجه مش معناها انه كان مدير فني للاتحاد انت كم نادي كده رحت يا كابتن 53 نادي 53 نادي لا 53 زادوا 58 نادي بتقدم دعم 58 من جمعيه اللاعبين المحترفين 58 نادي للعيبه تمام قدمنا دعم للعيبه طيب. عايز ايه تاني نعمل طيب. ايه تاني يعني تمام وغير العمليات بقى وارقام العمليات ربنا يجازي جمعيه المحترفين خير يا كابتن والله يعني هو مش ما يعرفش دورنا ايه فبالتالي ما يتكلمش في شيء ما يعرفوش تمام طيب امبارح كان في ازمه كابتن بخصوص تحمل الدوله هذه المسحات وكان اتحاد الكره او اللجنه الخماسيه منعت المدير التنفيذي الاستاذ وليد العطار من التحدث في الاعلام مره اخرى مش مفروض ان يبقى في جهاز اعلامي او حتى الان في جهاز اعلامي جوه الاتحاد كده هو المفروض عندهم 24 صحفي عينوه جداد المفروض وبعدين لو حتى مفيش حد ناطق رسمي للاتحاد يبقى كله بيتكتب على موقع الاتحاد الناس تجيب البيانات يعني لو هو موقع الاتحاد حاطط كل المعلومات يبقى محدش هيحتاج انه يكلم مسؤول او يكلم وليد العطار هو البيان كمان طلع من وزارة الرياضة نفى الموضوع ده نفى ايه نفى ان الدولة هي بتتحمل المساحات الخاصة بكورونا بالنسبة للأندية طيب خلاص يبقى الدوله ما هو كان عشان كده الاستاذ وليد اللجنه الخماسيه قالت له لا يعني ما فيش يعني هو وليد قال ان الدوله هتتحمل اللي هي الدوله متمثله في طبعا في وزاره الرياضه ما يمكن يعني يمكن كان عنده امل ان الدوله يعني ما اعرفش اتفاقات خاصه انا ما اعرفش وليد قال كده هو المعروف يا كابتن ان الاتحاد الدولي المفروض في حاجه زي كده بيبعت خاص حاجات خاصه او مبلغ مادي للاتحاد المصري يا سيد الفاضل الاتحاد الدولي بيساعد في كل الامور بس احنا لجنتنا انا كلمت عمرو الجنايني ما ردش عليا انما انا في لجنتنا الموقره دي انا شايف انهم ناقصهم خبرات كتيره جدا ولازم يسالوا لانهم في حاجات كتيره جدا مش عارفينها يعني هم مش عارفين حاجات كتيره جدا وعمالين يخبطوا يمين وشمال مش بمزاجهم غصب عنهم لان المكان غريب عليهم ما يعرفوهوش ما دخلوش اتحاد الكوره مسؤولين قبل كده وده اتحاد الكوره ده يعني قصه تانية انك تدير كره القدم في مصر ناشئين
ومنتخبات وقصه وحكايه. هم ما لحقوش يديروا يا كابتن، ما الدنيا وقفت. بس اصعب موقف اللي هم فيه ده يعني، ده صعب أيوة جدا يعني، يعني ده. لا فهم محتاجين المشوره، ما اعرفش هم ما يعني لا بيردوا على التليفونات، ما فيش يمكن فضل كلمني امبارح وقعدنا وخدنا ودينا في الكلام، يا رب يكون اقتنع بالكلام اللي انا قلته. انما ما هو بيقول لي احنا مجهزين سيناريوهات. طب ما فين هي؟ طلعها بقى محمد يعني، يا ريت انت محتاج انك تسمعه على الملكة، يا ريت يطلع السيناريوهات دي بقى عشان نبتدي نشوف السيناريوهات دي بتقول ايه، عشان نبتدي نناقشها. هو المناقشه المفروض تبقى مع الانديه يا كابتن، مش مع الانديه يعني. ومع الناس اصحاب الخبرات يا اخي. انا هناقشها ونبتنا، وانا راجل كنت بقالي 15 بقى. سنه في اتحاد الكره يعني خد الكلام مني، سمعته ما سمعتوش انت حر. ما يمكن بقول حاجه مفيده. انت واخد بالك، وانا ماليش مصلحه اصلا. طيب المعلومه اللي عندي ان الاتحاد الدولي عامل 150 مليون دولار بتتوزع على 211 اتحاد بخصوص ازمه دي كورونا. ممكن تبقى معلومه سليمه 100%. فبالتالي الاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه هتستقبل مبلغ مادي بخصوص الازمه دي طبعا، هيروح مرتبات. هي اللجنه الخماسيه مالهاش دعوه بده بامانة الله يعني. انها ممكن يكون اللجنه الخماسيه علت المرتبات شويه لبعض الناس، وده مش صح، وده للاسف بتيجي كل مره تخرج من الاتحاد ترجع الاتحاد تلاقي المرتبات بدل ما ده كان بياخد 10 بقى ياخد 30 والعدد زاد. مين يا عم اللي اداله وبدل ما كان عندك 10 موظفين بقى عندك 30 موظف؟ يا عم ايه، مين اللي عمل ده؟ انت واخد بالك، تبتدي تعاني بقى، ما تقدرش تمشيهم. انت واخد بالك، فلازم نمرة واحد يعني الاتحاد اللي يجي جديد ده، لازم نمرة واحد يبقى يعني عامل حسابه انه يبتدي يشوفه. بعدين عندك اعمار كبيرة جوه الاتحاد يعني اعمار موظفين كبار. هو ايه الغرض من الخروج من المعاش؟ انك بتخرج تريح وبتدي فرصة للشباب يخش. عندما ما ينفعش انك انت تفضل مخلي الناس، لو تخلي الناس يبقى حاجات رمزيه، ما يبقاش مبالغ كبيره. تمام. يعني كل واحد ما كبر في السن ما ينفعش ان هو ياخد كتير عشان هيأثر على الصغيرين. طيب. فالكلام ده لازم. انا عندي سؤالين سرعه كابتن بالنسبه لي لو لهم لك، عشان عندي عايز الكومنتس اسئله الجمهور الخاصه بالبريمو. رقم واحد، كان في او ما زال طبعا في تفاوض ما بين نادي المقاولين والنادي الاهلي بخصوص صفقه الطاهر محمد طاهر، واللي وصلت ان نادي المقاولين بيطالب ب 40 مليون جنيه. في ظل الازمه دي انا كان ليا وجهه نظر ان احنا، واحنا كنا اتكلمنا في الجزئيه دي كابتن مجدي، تحديد او السعر او الاسعار بالنسبه للاعبين ما يبقاش بالمبالغ. لا، هو النادي الاهلي غير مضطر. النادي الاهلي مش مضطر. خلي المقاولين يطلب 60 مليون جنيه، نادي حقه، هو حقه طبعا. النادي الاهلي مش مضطر. طب مكان طاهر محمد طاهر، النادي الاهلي محتاجه يا سيد الفاضل؟ النادي الاهلي محتاج طاهر محمد طاهر، لكن يدفع فيه رقم يقدر يجيبه النادي الاهلي ما يطلعوش. وخاصه النادي الاهلي هيرجع 100 مليون طبق اللي انا سمعته، انا ما اعرفش، 100 مليون للمستشار تركي آل الشيخ اللي هيروحوا صندوق تحيا مصر. هم دول اللي اثبتوا بجانب الساعات. انت واخد بالك. فالنادي الاهلي هيبقى في ازمه، فيبقى النادي الاهلي ما عندوش حمل ان هو يدفع ال 40 مليون جنيه. ما فيش حد هيساعده. وما فيش رجال اعمال في مصر دلوقتي قادره على انها تساعد. لان الدنيا واقفه كلها على الناس كلها، واخد بال حضرتك. فيبقى لازم النادي الاهلي يعيد حساباته ويدور على ناشئينه. تمام، انت واخد بالك. يعني دور على ناشئين، زي ما طلع، زي ما جاب خالد جدال عنده 16 سنه ولاعبه فريق اول، مجدي عبد الغني لعبه فريق اول وهو من تحت 14 سنه، شريف عبد المنعم تحت 16 سنه لعبه فريق اول، جمال الجندي الله يرحمه من تحت 14 سنه لعبه فريق اول، حسام البدري لعبه فريق اول، العديد من العديد. ما كابتن انا بقول لك، انا بقول لك نجوم. طبعا طبعا. طيب يمكن انا، هو المعلومه ان خلاص هو طاهر هو بس ماضي، ولكن طبعا الجانب المادي ده هيتحدد وهيكون من ضمن الصفقه. لاعبين هيتم اعارتهم من النادي الاهلي، سواء بقى كابتن عماد حدد بعض الاسماء من ناصر ماهر او المفاوضين يعني. احمد الشيخ. طيب ايضا جزئيه خاصه بنادي الزمالك بقى، بس حضرتك جاوبني عليها سريعا. فرجاني ساسي طبعا حتى الان
فكره فرجاني ساسي ان هو يبقى يرجع مصر عشان يتمرن مع نادي الزمالك ما زالت بعض العروض بتغريه بشكل كبير. هل فرجاني ساسي لو جات له عروض خارجيه كابتن بشكل كبير يفضل ان هو يبقى متواجد في الانديه دي اللي هي بتدفع فلوس كتير، ولا نجاحه في نادي الزمالك يخليه انه يبقى متمسك بنادي الزمالك؟ بص حضرتك، لو هيجيب فلوس جيده لنادي الزمالك انا بقول لنادي الزمالك بيع فرجاني ساسي. مين هيبقى مكانه كابتن؟ ده نادي، ده جماهير نادي الزمالك يعني. بص نادي الزمالك رقم واحد عندها فرجاني ساسي. لا معلش بس يعني فرجاني ساسي ما عملش الفارق بعد كاس العالم. ما عملش فارق مع نادي الزمالك يعني. يعني ما كانش يعني هو بعد كاس افريقيا، اسف. يعني بعد ما خلص كاس افريقيا وفرجاني ساسي كمل مع نادي الزمالك ما عملش الفارق الكبير قوي يعني. فيعني يقدر نادي الزمالك يطلع بديل. يقدر نادي الزمالك يطلع بديل فرجاني ساسي سهل جدا جدا جدا. تمام. انما هيجي له مبلغ كويس ويقدر ان هو ينعش خزينه نادي الزمالك ويصرف يبيع. هي كره القدم كده والاحتراف كده. تمام. ما هو باعوا يا عم فيجو كان بيلعب في سبورتنج لشبونه. واتباع بعد كده لريال مدريد وسبورتنج لشبونه كسب منه وما قفلش. كريستيانو رونالدو سبورتنج لشبونه ودوه مانشستر يونايتد وبعد كده راح. هو فكر الناس اللي عشان الناس بتشتغل دايما الادارات ما تبصش للجماهير يا كابتن عشان في الجزئيه دي بالذات. والجماهير ما تقدرش تكلم الادارات في في في, في تنميه الموارد. الامور دلوقتي يا كابتن تنميه الموارد، ما هو ده بقى اللي سمح للجماهير انها تخش في كل كبيره وصغيره وعمل لهم دور. هو ده اللي يشرب بقى. طيب خلينا نروح للكومنتات والاسئله الخاصه بجمهورنا. هاني احمد بيسالك كابتن وبيقول مساء الفل يا كابتن فاروق، مساء الفل يا كابتن مجدي. سؤالي لحضرتك، هل الاهلي والزمالك سبب في عدم وجود محترفين في اوروبا زي محمد صلاح؟ لا عدم طموح، عدم وجود لعيبه عندها طموح زي محمد صلاح. مفيش لعيبه عندها طموح. ما كهربا راح لعب في اوروبا ما تمسكش بالفرصه ليه مثلا؟ انت واخد بالك؟ مش لعب في البرتغال؟ صحيح. ما كان يقدر يتمسك بفرصه. البرتغال على فكره دي بيطلع منها لاكبر دوريات في العالم. في بلاد معينه كده. ايمانويل امونيكي راح سبورتنج لشبونه وسنه واحده راح برشلونه. طموحه يا كابتن. هو طموح اللعيبه المصريه ما عندهاش. تمام. طيب احمد حسن بيسالك او بيقول ازيك يا كابتن فاروق، منور الدنيا انت وكابتن مجدي. عايز اسالك كابتن مجدي، بما ان هو خبير في اتحاد الكوره وشال مسؤوليه كتير، ايه اسباب هزيمه مصر الشهيره 6-1 امام غانا؟ ومن يتحمل المسؤوليه؟ امام غانا؟ لا انا ما كنتش موجود امام عامه. عاد برادلي ده كابتن المدير الفني تسايب، كان في تسايب يعني. كان في تسايب مسؤول في المنتخب. مسؤول بقى مين؟ والمسؤول اداره المنتخب ساعتها. اداره فنيه ولا اداره الاتحاد؟ الاثنين. الاثنين متضامنين مع بعض. طيب احمد ميدو بيقول لك، بيقول اي ايه احساس حضرتك لما صلاح جاب جونين في كاس العالم وانتهت عقدتك يا كابتن او عقد كابتن مجدي؟ انا كنت سعيد جدا بس للاسف الشديد لما قعدت مع نفسي بعد كاس العالم بقى والاجوان جت وكله، قلت الحمد لله ان صلاح جاب اجوان، بس فوجئت ان الاجوان بتاعت صلاح ما جابتش نقاط لمصر. يعني احنا ما جبناش ولا نقطه. انت جبت نقطه. انا جبت نقطه للمصريين. ماشي. صلاح مسعد بيقول لك السلام عليكم كابتن فاروق، تحياتي ليك والكابتن مجدي. كنت عايز اسال كابتن مجدي، من هو المتسبب في خروج مصر من مونديال روسيا؟ من مونديال روسيا؟ برضه ما كانش فيه انضباط لا اداري ولا فني. يتحمله اتحاد الكوره. اتحاد الكوره طبعا. هو نفس الوضع طبعا. طبعا. طيب زياد سعد بيقول، اي المراكز اللي محتاجها النادي الاهلي لتدعيم صفوفه؟ المراكز اللي محتاجها النادي الاهلي لتدعيم صفوفه من وجهه نظرك؟ النادي الاهلي لابد ان يبقى عنده طرفين على اعلى مستوى، لان طول عمره بيعتمد عنده على علي معلول. ما انا بقول لك ناحيه اليمين محمد هاني دلوقتي محمد هاني لازم يبقى فيه بديل لمحمد هاني. ايه تاني كابتن؟ ووسط الملعب لازم يبقى فيه وسط ملعب، اتنين وسط ملعب مدافعين على مستوى عالي جدا زي السوليه ديانج وديانج لعيب كويس، ودول مهمين جدا. ولازم يبقى فيه البديل بقى ليهم. راس الحربه، لازم النادي الاهلي محتاج راس حربه بشكل مش طبيعي، وانا بقترح انه يرجع وليد ازارو. أوكي. وليد ازارو انا ما اعرفش مشي ازاي من النادي الاهلي يعني. تمام. لعيب بهذا المستوى يعني. تمام. عبده المسلم يا كابتن بيقول لك، بصراحه كابتن مجدي، لو الزمالك مكان الاهلي ونفس الظروف الدوري هيكمل ولا هيتلغي من وجهه نظرك؟
لو في نفس القصة الدوري أنا بقول أنا وجهة نظري مش هتتغير. الدوري لن نستطيع أن نستكمله سواء الأهلي هو البطل الأول أو الزمالك هو الأول. وائل سمير كابتن بيقول لك هل المنظومة المسؤولة عن تنظيم مسابقات كرة القدم في مصر قادرة على استكمال الدوري والكاس بدون أي مشاكل وبداية المسابقات أو بداية مسابقات الموسم الجديد في مواعيدها دون ارتباك؟ لا قادرين؟ لا غير قادرين بدليل أحمد مجاهد النهاردة اتكلم في الحقيقة في الراديو سمعته أنا برضو بيتكلم كلام منطقي صحيح. يعني قال لك إن اللجنة اللي جت ديت عمرو الجنايني طلع على رأس اللجنة وقال هنمشي الدوري بالساعة ما قدرش هو قعد يأجل لحد ما بقى فاضل لنا دور كامل يعني احنا لو كنا يعني الموضوع زي ما قال احمد على ارض الواقع مختلف تماما عن الورق وترسم بتطلع لك ظروف اكيد يعني كورونا دي وحد كان يعرف انها تيجي كورونا ولا تيجي بتاع ولا عمرنا ما كنا متخيلين تمام يعني بيجي نفس الظروف بقى تبص تلاقي الاهلي راح مش يلعب في افريقيا وغصب عنه الطياره اتعطلت فرجع متاخر وبعدين الوضع مختلف في مصر الارض طيب. الواقع الموضوع بدر الراجل بيقول لك كابتن هل من العدل ان فرق الدوري تلعب في ملاعب معينه وفرق في الدوري تلعب في جميع الملاعب يعني انا شايف ده مش فاهم من المصري مش فاهمه ده بورسعيد بيتكلم على المصري لا يعني ده الاقرب لا ان شاء الله المصري يرجع تاني ما احنا ما هو مش احنا اللي عملنا الشيء اللي خل مصر يبعد وادي استاد المصري كمان بقى قايل للسقوط وما مش هو دلوقتي استاذ سمير حلبية بيطلب من الدوله ان يزودوا عدد او وزاره الرياضه يزودوا عدد الاستاد الجديد هو الاستاد 12000 هم عايزين يزودوها لازم يزيد طبعا 12000 قليل ما ينفعش طبعا 12000 خصوصا ان النادي المصري بيخش البطولات الافريقيه دلوقتي وبيخش البطوله العربيه طبعا لا يعني بص الاستاد عشان تقدر تسيطر عليه مش اقل من 30000 صحيح ده اقل استاد طيب خلينا نروح بقى لفقره الصور كابتن 15 سنه طبعا انت عارف الفقره دي موجوده معانا بس سمح حضرتك بتبقى متواجد خلينا نبتدي باول صوره احمد عيد عبد الملك يا كابتن لا تعليق ما عنديش تعليق عليه يعني كان لعيب كويس تاني صوره كابتن مروان محسن يا كابتن يعني مش موفق مع النادي الاهلي مع التجديد ليه يا كابتن ولا ما اداش ما يعني دي حاجه بتاعتهم لكن انا لو موجود الحسابات اللي هي بتقول لك تجدد ليه ما تخلينيش اجدد له تمام الارقام يعني كابتن سيد عبد الحفيظ يا سيد عبد الحفيظ قايم بدوره يعني مع النادي الاهلي بس ارجو ان هو ما يخشش ملوش دعوه بحاجه تاني يركز مع الفرقه ويسيب المهاترات لحد تاني ياتر ايه اللي بيدخل سيد في المهاترات غريبه يعني برضو جزء التصريحات يعني على يعني والرد على الناس وماله يخلي حد تاني هو يركز مع فرقته ويركز مع لعيبته تمام عمرو السولية كابتن اتحسن كتير اتحسن كتير ومستواه ارتفع بشكل كبير يعني يصلح انه يكون موجود في المركز ده في النادي الاهلي طبعا وفي منتخب مصر كمان أمير مرتضى منصور أمير يعني مدير الكورة في نادي الزمالك ما عنديش وده يعني الناس كلها شايفاه يعني ان هو اللي بيدير وبيعمل صفقات وبيسافر للمدربين وقايم بدوره تمام طارق حامد يا كابتن طارق حامد بالرغم من يعني عنده نواقص الا انه من احسن لعيبه في المركز ده في مصر هو بيعوضها بشكل بحاجات تانية طبعا بالروح مهندس محمود طاهر راجل محترم جدا ادى النادي الاهلي ادار النادي الاهلي بـ 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 بنجاح لان احنا ما ينفعش زيه زي كل من يدير النادي الاهلي طبعا. يعني زيه زي الكابتن محمود الخطيب دلوقتي بيدير بنجاح كل اللي بيديره النادي الاهلي بيديره بنجاح ما ينفعش ان احنا مؤسسه كبيره ومنظومه كبيره نتكلم عليه وخاصه انه عاشق ومحب للنادي الاهلي فمش معنى ان هو دخل انتخابات ضد يعني وخسر يبقى صحيح. نقدر نتكلم عليه كابتن ربيع ياسين كابتن ربيع ياسين عشره عمري
عشرة عمري يعني. كابتن ربيع ياسين ده كان بينام معايا. اتظلم لما كنت انت موجود في اتحاد الكوره يا كابتن؟ لا لا لا، عمره 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 ما اتظلم وانا موجود. ما دخلش هو اتحاد الكوره؟ لا، عمره ما اتظلم وانا موجود. كابتن ربيع ياسين عمره ما اتظلم وانا موجود. عنده طموح اكيد العمري يبقى رئيس النادي الاهلي. عنده طموح يعني. عنده طموح انه يبقى رئيس النادي. طبعا اكيد. كابتن عماد سليمان. عماد النحاس. عماد النحاس، انا اسف. عماد النحاس، معلش. عماد النحاس مدرب اثبت كفاءه مع المقاولين العرب في الحقيقه، ومع مع وحتى مع اسوان يعني. مع الفرق اللي دربها كان الفرقه شكلها حلو، حتى لو ما حققتش نتائج كبيره، لكن المقاولين السنه دي ابرز عمل عماد النحاس. طيب انا عندي بس تعليق سريع يا كابتن، انا اقوله لك ان المستشار مرتضى منصور كان قال تصريح بخصوص ان شيكابالا هيقعد مع اللاعبين بكره وهيعملوا بيان خاص باللاعبين. ده بسبب الجواب اللي جه. ان هم مش هيكملوا. اللعيبه لو مش عايز تلعب ما تقدرش، تبقى لجواب الاتحاد الدولي ما تقدرش توقع عليهم عقوبه. تمام، اشكرك كابتن. ما يقدرش يعني. فالنهارده لو اللعيبه رفضت يبقى انت يعني ليه اتحاد الكوره بيعمل يعني ليه بيعمل مشكله ومصر؟ ما وحتى الان انت لسه قرار بشكل كبير، لسه الاجتماع مع اللاعبين. بشكرك كابتن مجدي. بشكرك يا محمد، وشرفتني والله. شكرا محمد، بشكركم، وان شاء الله بكره يوم جديد من البريمو، تصبحوا على خير.